واصل حوارنا مع سيد سفير كمال حسن علي سفير السودان الشمالي. سيد سفير، قبل الفاصل سألت حضرتك إن كنتم ستوقعون على عنتيبي وقلت لي لا، لماذا؟ حقيقة هذه الاتفاقية لنا ملاحظات عليها واختلافات مع بقية الدول المنابع حول قضايا أساسية وجوهرية. طيب خلينا بس نشرح للناس أن اتفاقية عنتيبي هي الاتفاقية الإطارية التي وقعت عليها عدد من الدول ما عدا مصر والسودان الشمالي. أيوة. وهي يعني كان في حق لدولتي المصب ان هم يجب ان يوافقوا على اي سدود قبل او اي مشروعات قبل انشائها. صحيح. هذا الحق. صحيح. يعني تجاوزته الاتفاقيه بالضبط، وكذلك تجاوزت الحقوق التاريخيه. يعني بالتالي يعني مساله الحصص تريد ان تعيد توزيعها برؤيه جديده، وده في اتفاقيات دوليه وبالتالي لابد من الحفاظ عليها. يعني المساله الثانيه مساله الامن المائي بالنسبة برضو واحدة من نقاط الخلاف الأساسية. يعني لهذا الأمر يعني السودان موقف يتطابق تماما مع الموقف المصري، والسودان ومصر أعلنا موقفا موحدا بعدم التوقيع على هذه الاتفاقية بشكلها هذا. لكن السودان الجنوبي وقع، لم يوقع حتى الآن، أو يعني أعلن موافقته. أعلن قد يكون أعلن أنه هو حيوقع، ودي مسألة طبعا حتى الآن ما عارفين إلى أي مدى صدقيتها. يعني هل ستتم في الاجتماع القادم الذي يتم في جوبا أم لا؟ طيب احنا نسأل ده طبعا لسيد سفير أنتوني كون بعد قليل. لكن يعني أوقفتم أو منعتم تصدير النفط من الجنوب عن طريق الشمال، ومعروف أن الجنوب لا يستطيع أن يصدر النفط وليست له منافذ إلا عن طريق الشمال. يعني لماذا؟ يعني حقيقة النفط أول إيقاف أوقف الجنوب، يعني لم نوقفه نحن، الجنوب أوقف الإنتاج بقرار من عنده، ونحن تحاورنا مع الجنوب ووصلنا إلى اتفاقيات للتعاون المشترك. 9 اتفاقيات تم توقيعها، وذلك لحرصنا نحن في جمهورية السودان حريصون كل الحرص على التعاون مع الجنوب، لأنه نفتكر أنه ده الوضع الطبيعي انه يكون في تعاون بين الدولتين. هذه الاتفاقيات هي يعني حزمه واحده، اتفاقيات للترتيبات الامنيه كيف تتم، ولا بد تم الاتفاق فيها على ان يفك الجنوب ارتباطه بالحركات المتمرده في شمال السودان، ان يوقف الدعم لهذه الحركات المتمرده. ثم هنالك اتفاقيات لتنظيم التجاره، لفتح المعابر بين البلدين، لانسياب البترول عبر البنية التحتية الشمالية. بدأنا في إنفاذ هذه الاتفاقيات كلها، اتضح لنا بعد ذلك أن الجنوب لا ينفذ هذه الاتفاقية في مجال الترتيبات الأمنية، بمعنى أنه ما زال يدعم. وقدمنا لهم البراهين التي تثبت أن هنالك دعم ما زال مستمر للحركات المسلحة في شمال السودان، وقلنا لهم أوقفوا هذا الدعم حتى تستقيم الأمور ونواصل في تطبيق الاتفاقية. عندما يعني لم يوقفوا هذا الدعم قلنا أننا سنعلق ونوقف تنفيذ كل الاتفاقية، لأنه الاتفاق هو أن يتم تنفيذ كل الاتفاقيات 9 أو مرتبطة ببعضها البعض. يعني مرتبطة ببعضها البعض. طيب يعني هل هناك تفاوض؟ هل هناك محاولة لفك هذا الخلاف؟ لأن في النهاية الجنوب يعيش على هذا النفط، وأنتم تحتاجون لهذا النفط أيضا. والله نحن حتى الآن يعني حصلت اتصالات من الجنوب، من نائب رئيس الجنوب بالقيادة في الشمال، حصلت يعني مقترحات من الوسيط المشترك ثام بومبيكي، والخرطوم الآن تدرس في هذه الاتفاقيات. نحن نريد ضمانات، يعني نحن مرة أخرى لن نعود إلى تطبيق الاتفاقيات دي إلا بضمانات كافية إنه التنفيذ سيتم في كافة المجالات، لأنه لا يمكن ولا يستقيم عقلا أن تكون هنالك علاقات اقتصادية ويكون هنالك دعم يموت بسببه المواطنين في السودان. يعني لا بد أن يتوقف هذا الدعم الذي يقدم للمتمردين في الشمال، يعني حتى أنه تستقيم العلاقة. فنحن لو تم الضمانات كافية سنعيد العمل بهذه الاتفاقية، ونحن مع لكن التعاون. هل بالفعل لديكم براهين؟ لأنه يعني هتستفيد الجنوب السودان إيه من تمويل متمردين؟ يعني كل إقليم مستقل دلوقتي، لديكم بالفعل براهين أن الجنوب يمول المتمردين؟ لنا براهين كثيرة وقدمناها إلى الجنوب في المرة الأولى والمرة الثانية، وكانت يعني يظهر لنا أنه لا يسعى إلى إيقاف الدعم، وإنما يسعى إلى إخفاء هذا الدعم. يعني
وقلنا لهم ذلك، يعني كل مرة نحن نقدم لهم البراهين الكافية ومستعدين أنه تأتي أي لينة يعني لتطمئن أنه هذا دعم مباشر من الجنوب إلى هذه الحركات المتمردة. هل إثيوبيا وكان لها دور في الفترة في فترة سابقة في دعم أيضا المتمردين في السودان، هل إثيوبيا لها دور الآن؟ هذه فترة سابقة، فترة الرئيس السابق منغستو هيلي ماريام. الآن إثيوبيا هي عامل مسهل ومساعد ووسيط في العلاقة بين السودان والجنوب السودان يعني، ونحن الآن يعني ملكنا القيادة الأثيوبية كل خطواتنا بما فيها البراهين التي تثبت أن الجنوب يدعم هذه الحركات المتمردة يعني. هناك أيضا لو عدنا إلى قضية السدود، هناك أيضا سدود أعلن عنها من دول أخرى زي أوغندا زي تنزانيا على ما أعتقد، عدد من السدود. صحيح. هل هذه السدود تقلقكم؟ هل المفروض تقلق مصر أيضا؟ أنا أفتكر أنه القلق مشروع هنا، لأنه النيل شراكة بيننا، يجب أن تكون الخطوات في هذا النيل منسقة بتنسيق مشترك حتى أنه لا يحصل إضرار بطرف من الأطراف يعني، وبالتالي ولكن يجب أن نكون كلنا متعاونون على الاستفادة من هذا المورد. يعني كيف يمكن أن نساعد هذه الدول حتى أنها يعني تحصل فيها التنمية يعني تستفيد من ولكن الموارد لا تؤثر، ولكن لا يحصل ضرر علينا يعني. لكن في النهاية يعني مصر والسودان وحدهما أو مصر والسودان الشمالي وحدهما في مقابل كام 8-9 دول الآن وقعت على الاتفاقية. صحيح. هل تشعرون أن موقفكم أصبح أضعف؟ لا، أنا أفتكر أنه هنا ده ما هي دي اتفاقية يعني، أنت بتبقى مرزبة بالنسبة لك إلا بالتوقيع عليها. يعني لا يمكن أن أوقع على اتفاقية تلزمني أو يعني تضيع حقوقي. وبالتالي من الأفضل أن لا أوقع على هذه الاتفاقية ولا يعني يحدث إلزام علي من خلال هذا التوقيع يعني. يعني حضرتك بتكلمني في بداية هذه الحلقة عن يعني اتساق مصري، اتساق في الموقف المصري السوداني بخصوص بعض النقاط في السد السوداني، لكن ماذا أقرأ بيان صادر منذ قليل من وزارة الخارجية الإثيوبية بيقول أنه لو أن السد طبعا لن يوقف وتحت أي ظرف، وأن لغة التخويف ستعزز فقط من التزام الشعب الإثيوبي بهذا المشروع، وبتتكلم على اللغة لغة التهديد المصرية، ولكنها في نفس الوقت بتعبر هنا بقى في تباين في موقف المصري عن السوداني، بتعبر عن تقديرها للتصريحات الإيجابية الصادرة من حكومة السودان حول منافع السد، وبتطلب من الجميع أن يتعلم من الموقف القوي للسودان بهذا الصدد. يعني هل في اتساق في الموقف المصري ولا الموقف المصري وموقف السوداني مختلفين؟ هي في قضية سد النهضة هي دي ما مسارات قضية المياه دي مسارات في مسار اتفاقية الإطارية لحفظ النيل، أنتم متفقان فيها تماما. في ما يلي سد النهضة نحن متفقون في الفوائد الممكن يأتي بها السد والأخطار التي يمكن أن يأتي بها السد. غاد يكون هنالك اختلاف في التعبير عن التعامل مع المشكلة. طيب الطريقة اللي يعني أنتوا تفضلوها يعني والمصريين ما يعني فين الخلاف في الأسلوب بقى؟ أنا بفتكر إنه نحن في الأسلوب بنفتكر إنه أولا يجب أن يعني لا نحرق المراحل. نحن أثيوبيا أبدت مرونة وقدمت مقترح إنه يكون في لجنة ثلاثية. واللجنة الثلاثية شارك فيها الخبراء من السودان ومصر بس وأثيوبيا. ما خرجش منها حاجة. ما خلاص نحن يعني في تقرير خرج. هل ناقشنا التقرير؟ حتى الآن لم نناقش التقرير. المرحلة القادمة هي أن نناقش ما ورد في التقرير مع الجانب الأثيوبي. من غير لغة يعني معليش أنا يعني لا تفضل يعني قد يكون أي بلد عندها الحق في أنها مفهوم تتخذ ما شاءت من مواقف، لكن بفتكر أنه التشدد الأثيوبي أحيانا قد يكون ردة فعل لمواقف هنا وهناك يعني. يعني أنت تعترض مع المواقف المصرية، تعترض على لغة التخويف، تعترض على لغة التهديد. يعني أنا أعرف حضرتك سفير ولكن يعني تختلف يعني مع هذه اللغة مثلا. يعني أنا بفتكر أنا بحبز يعني أحبز أنه نحن نمشي بصورة هادئة، يعني نحاول بروح التعاون أن نصل إلى نتائج. عندما قال الدكتور مرسي أن كل الخيارات مفتوحة وكان بدأ حاسما بعض الشيء، اعتبرت ده إيه؟ والله أنا يعني استميحك عذرا، أنا لا أريد أن أعلق على هذه قرارات رئيس دولة، وهذه دولة تتخذ ما شاءت من المواقف يعني، لكن أنا كسودان وكسفير للسودان بفتكر أنه الأنسب لحل هذه المشكلة أن نبدأ بالحوار. نعم. نبدأ بالحوار، هذه الخطوة الأولى التي خاصة أنه
الجانب الأثيوبي حتى الآن يعني حتى في ظل هذه الأجواء المتوترة وكان آخر تصريح ذكره رئيس الوزراء الأثيوبي في الصين بعد أن يعني ذكر إنه أثيوبيا لن تتخوف وهكذا، قال إنه نحن ما زلنا يعني ننتظر الحوار مع الجانب المصري والسوداني من أجل الوصول إلى نتائج تؤكد عدم إضرار هذا السد. سؤال أخير سيد سفير، إذا وانا عارفه ان السفراء ما بيحبوش اذا، بس اذا قررت مصر اللجوء للمؤسسات الدوليه، اللجوء الى القانون الدولي، هل ستتضامن معها السودان؟ انا برضو بفتكر انه دي مرحله يعني دعونا انه يعني نشوف المرحله دي هي، لانه لو مشينا المؤسسات الدوليه بيبقى الا بتوافق من الدول الثلاثه يعني هي حتى لو السودان ومصر الان قالوا انه عايزين يمشوا المؤسسات الدوليه واثيوبيا رفضت القانون الدولي بيقول انه ما ممكن يبقى في قانون يعني. ممكن في قضايا تترفع لا ما في في قضايا التحكيم بين الدول الا بالتوافق بين مباشره يعني. فعشان كده انا افتكر انه المتاح الان امامنا هو التعاون. اثيوبيا الان تقول انها مستعده ونحن عندنا تقرير فيه نتائج، ناخذ هذه النتائج ونذهب الى الجانب الاثيوبي نبدا معه. لو وصلنا الى نتائج الحمد لله رب العالمين، لو ما وصلنا نجي نفكر في الخطوه الاخرى التي يمكن ان نتخذها للحفاظ على مصالحنا. هل قلت بالفعل انه قرار صادم ولا ما قلتش بالتقرير؟ الان لم اقول هذا حقيقه يعني وان مصر والسودان ستلجئان للجامعه لم العربية. اقول هذا يعني، وهذا يعني حقيقه واحده من المشاكل بتاعت الاعلام، لانه حتى يعني حاولت بعض وسائل الاعلام توظيفة دون التاكد يعني دون التاكد، لانه حقيقه يعني ما دي ما روحنا نحن يعني ما روحنا في السودان ولا طريقتنا في السودان يعني، فحب يعني حصل توظيف له بطريقه ما سليمه يعني كانه يعني خلاص خضنا حرب مع اثيوبيا، ونفتكر انه دي ما الطريقه ان احنا بنتعامل بها. الكلام عن يعني اي كلام عن الحرب كيف تراه؟ انا افتكر انه ما مناسب في هذه المرحله، يعني هذه المرحله ليست مناسب الحديث عن حرب يعني، لانه النيل عموما هو يعني شريان للحياه. نعم وليست للموت. للموت والحرب يعني. أنا بشكرك شكرا جزيلا سيادة السفير. شكرا جزيلا كمال حسن علي سفير السودان في القاهرة، وأهلا بك دايما. شكرا جزيلا. ونخرج فاصل، وبعد الفاصل سيادة سفير أنتوني كون سفير السودان الجنوبي هيكون ضيفنا.